السلام عليكم، يا اهلا وسهلا فيكم، معكم اخوكم مازن في مقطع جديد. اليوم باذن الله حلقتنا او مقطعنا راح يكون بكل اختصار، راح استعرض لكم كتاب الصندوق الاسود. طبعا اول شيء بالنسبه لسلسله المعاصر 120 نموذج، هذا حق كمي. انا راح اتكلم لكم عن لفظي. افضل شيء لللفظي هو الصندوق الاسود، من تجربتي هو الصندوق الاسود. ليش الصندوق الاسود؟ طبعا الصندوق الاسود يحتوي على كل المعلومات حتى ال 120 الجدد. المعاصر 105 باقي ما نزل المعاصر 120 نموذج، انه في 15 نموذج جداد في اللفظي انضافوا، والكمي ايضا. ف ال 105 نموذج حق المعاصر ما ضافوه، اللي هو ايش؟ اللي 15 نموذج جدد. فسلسله الصندوق الاسود ضافت ال 15 نموذج جدد على طول وانتشرت في المكتبه وصار ال 120 نموذج. هذا واحد. ثاني شيء المميز فيه انه في كل سؤال يجي معه ايش؟ احنا بدأنا نفصل بالموضوع على طول يا شباب. يعني اذا جاوبت قلت مثلا انه ممثل مكانه في المسرح، او انه يمثل في المسرح، والجندي في الميدان، او الامام في المحراب، فانا راح اخذت يدي هنا تلقائيا وراح اجاوب. بعد ما اجاوب، طيب انا ما جاوبت وافرض غلط، طب كيف اعرف الاجابه؟ مكتوب لي الحل راح يكون الف. العلاقه ايش؟ راح يعطيني كمان علاقه، راح يعطيني، راح يقول لي العلاقه مكانيه. مشكله المعاصر اللي انا اقول لكم عنه من شوي، خلينا استعرض لكم دالحين، اللي هو هذا مشكلته انه ما يعطيك العلاقه او الاسئله اللي نفسها اللي جت هنا، ما يعطيك العلاقه، ما يعطيك اياها، يعطيك بس الاجابه. فهذه اول شيء عجبني في الكتاب الصندوق الاسود او بلاك بوكس. في الخطا السياقي، يعني مثلا الاجابه هنا راح تكون في الخطا السياقي ايش؟ ارتكاب، ان استفسار وسيله للتوبه، ويعني ارتكاب. طب ايش بدل الارتكاب؟ انا عرفت الارتكاب، طب عشان ما اغلط فيها ايش بدل الارتكاب؟ راح يقول لك الحل الصحيح هو مغفره. فالارتكاب راح تقول غلط، راح تكون حتى راح يصحح لك حتى في الخطا السياقي. فالكتاب جدا مميز وجدا ممتاز، وعجبني فيه سلسله جديده حقت ال 120 نموذج. طيب هذه ميزتين هذول موجودين، اللي هم يعطيك الحل الصحيح مع الاجابه، وان هو يجي لك مع السؤال جنب الحل على طول، بدل ما انك تحل كذا وبعدين ترجع ورا اخر الدرس وتشوف الاجابه. هذا الشيء اللي عجبني من ناحيه الصندوق الاسود. الشيء الثالث هو طبعا لازم يكون في ميزات ولازم يكون في سلبيات. الشيء السلبي في الكتاب هو انه يعطيك الخيار واحد، يعني مو دايم بس اغلب الاسئله تعطيك خيار واحد. هي هذه الاسئله، هذا السؤال: اسوره الماس، الاسوره مصنوع من الماس والوشاح من الصوف. يقول لك يعني انه هذه العلاقه كذا. المشكله انه هو يعطيك خيار واحد، مو كل الاسئله، اغلب الاسئله، بس انت اللفظ حفظ فتمطر انك تحفظ، بس برضو لازم يكون في خيارات. هذا الشيء السلبي. هنا كل شيء كامل، كل شيء كامل، ما في شيء ناقص. هذا الشيء السلبي هنا والشيء المميز فينا. اذا 2-1 يعتبر برضو كذا توب. طيب ايش ثاني؟ الصندوق الاسود نزل ال 15 نموذج الجدد. هو كان 120 نموذج، الحين صاروا، هو كان 105 الحين صار 120، في 15 نموذج جدد نزلوا فصار 120 ونزل على طول في المكتبات وتحدث. لكن المعاصر 105 ما نزل ال 120 الجدد، الين الان ما حدث ولا نزل، فما في اهتمام فيه الى الان، ما ادري متى راح ننزل. وهذا في اهتمام كثير ونزل. خلينا نشوف النماذج الجديده اللي نزلت، عشان اللي يقول نبي نشوف. هذه النماذج الجديده من بعد ال 105، من بعد ال 105 عندك السكري والمجموعه الشمسيه الين تحت، منزبيق اقدم نسخ القران، وهذه الاشياء المنتشره الان. خوارزمي والذهبي اكثر شيء منتشر، السمنه والفلك، البرق والشمسيه، شوفوا. فهذه نماذج جديده نزلت. تجربتي من ناحيه ال 120 نموذج الصندوق الاسود يفوز على ال 105، ولكن هذا ما يدل انه هذا سيء، هذا ممتاز جدا. بس الشيء اللي عجبني اكثر في تجربتي انه الصندوق الاسود، انا ما كنت احب سلسله الصندوق الاسود، بس لما اتحدث ونزل على طول 120 قلت انه في اهتمام، جبته وجربته وطلع حلو. طيب الحين يا مازن، هذا بالنسبه لللفظ، اذاكر مين؟ معاصر ولا هذا؟ من ناحيه تجربتي طبعا الصندوق الاسود، لانه يتحدث دايم شيء بجديد. طيب الكمي، طبعا يجي مع الصندوق الاسود كتاب اللي هو كمي، يجي الكتاب كمي مع الصندوق الاسود، وينه؟ صلى الله عليه وسلم. هذا يجي معك صندوق اسود. طبعا يكون الكتاب محتوي على كانه تاسيس، يعني يحتوي على الجبر، يعني مثلا كل باب، يعني هنا يقول لك اولا الجبر، هذه اسئله الجبر، بعدين ثانيا الهندسه، ثالثا المعادلات، هذا وهكذا يعني. وانت تحل يعني وتتدرب، والاجابات نفس الحكايه تكون موجود مع كل سؤال اجابه. الشيء السيء او الشيء السلبي اللي ما عجبني فيه انه ما في فراغ انك تحل مساله، خلاص جيب ورقه خارجيه وحل، هذه كلها مخصص بالرسومات البيانيه. فشيء مرة ممتاز، وصراحة من ناحية انه الصندوق الاسود يفوز جدا عن المعاصر. ما جربت انا الصندوق الاسود حق
كمي اللي هو النماذج ما جربتها، بس ان شاء الله يكون حلو. وبس والله هذه من ناحيه الصندوق الاسود و120 مدري جدد. طبعا اللي حاجزين في فتره اختبارات الحين لا يدخلوا يختبرون، انصحكم لا تدخلوا تختبرون الحين، اجل الاختبار لانه في نماذج تنزل، ممكن بعد 120 ينزلوا، ممكن الله اعلم، فاجل الاختبار الحين لمده شهر كامل بس عشان يكون في وقت. هذه معلومه مني لكم، نصيحه، لا تدخلون تختبرون الان عشان ما تجيبون العيد. بس والله يعطيكم الف عافيه المشاهده، اكتبوا تحت بالكومنتات اي فيديو تبون اسوونه بالنسبة للقدرات، بالنسبة للمنهج، بالنسبة للتفوق، بالنسبة لأي شيء. يعطيكم ألف عافية على 373 مشترك، أنا أحفظهم 373 مشترك. هذا حسابي واسم حسابي في الانستغرام، تابعوني وضيفوني. طبعا هناك أنزل بشكل يومي، طيب أنزل هناك بشكل يومي، وأي شيء تبوني استفسارات كلموني هناك وأرد عليكم أنا على طول. اللي كلموني هناك يعرفوني. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.